مشاهدينا الكرام، مرحب بحضراتكم مجددا إلى هذه التغطية المستمرة عبر شاشة إكسترا نيوز، والتي سنخصصها حتى 8 مساء للحديث عن آخر التطورات في قطاع غزة والجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، إلى جانب التطرق للموقف المصري الراسخ والقاطع برفض المخطط الخبيث لتهجير الأشقاء من أراضيهم. تابعونا. بدماء الشهداء والأبرياء، يصنعون ملحمة البقاء، حيث يولد الصبر من قلب المعاناة، ورغم الأسى تستمر الحياة، يجتازون الألم تحت ظل العلم. يتشبثون بأرضهم على مر الزمن، يذودون بالروح عنها وإن عز الثمن. هم الآتون من وحي حطين، السائرون على خطى صلاح الدين، هم أهل فلسطين العزة، وفي القلب منها قطاع غزة. عنوان الفداء وأرض البطولة والكبرياء، استشهد 38 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين في مجازر جديدة لقوات الاحتلال بقصف المدنيين في عدد من الأحياء في مدينة غزة. هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ وحي التفاح وحي الزيتون، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 38، بالإضافة إلى 14 مفقودا لا زالوا تحت الأنقاض للمنازل والبنايات التي قصفها الاحتلال. هذا وأصيب نحو 50 آخرين بينهم حالات خطيرة. لمزيد من التحليل والتفصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا وسهلا بحضرتك. تحية للقارئين ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. اليوم دكتور أيمن، أعلنت كوبا الانضمام إلى جنوب أفريقيا ومصر في دعواها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. إلى أي مدى يمثل ذلك ثقلا لتحريك الدعوة ضد إسرائيل؟ بالتأكيد اليوم بعد أكثر من 6 أشهر من رفع القضية على دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا، ثم انضمت لها عدة دول من ضمنها طبعا مصر وأخيرا كوبا، كل ذلك يجب أن يحرك محكمة العدل الدولية لإصدار قرار في إدانة الاحتلال في ارتكاب إبادة جماعية. حتى الآن كل ما أصدرته المحكمة من طبعا من مطالبات عاجلة للوقف الحرب على غزة، كان آخرها وقف الحرب على رفح دون رد إيجابي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل بصراحة بشكل كامل لكل هذه النداءات الدولية حتى هذه اللحظة. الاحتلال يضرب بعرض الخاط كل هذه القرارات، لكن نحن نعول أن يتم تحويل طبعا أو يصدر قرار قريبا محكمة العدل الدولية لاعتبار أن الاحتلال ما يرتكبه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ومطالبته فورا بوقف الحرب على قطاع غزة. نحن ندرك جميعا أن محكمة العدل الدولية قراراتها
غير ملزمة، لا توجد لها أدوات لإلزام الاحتلال، ولكنها كما نقول كل هذه تأتي في سياق فضح الاحتلال، فضح من يقف مع الاحتلال في ارتكاب حروب بعد جماعية. واليوم حدث القديرين وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 37,600 شهيد والإصابات أكثر من 100,000 غير المصابين، وهذا يتحدث عن 10% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود. هذه أرقام مرعبة بصراحة بشكل عام، لو هذه الأرقام في دولة عدد سكانها مثل الولايات المتحدة الأمريكية فهنا نتحدث عن أقل تقدير 35 مليون. هذه أرقام بالتأكيد كما أشرنا مرعبة في ظل صمت الدولة وعجز الدولة على ذلك. يمكن اليوم أيضا بدأت امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة، وطبعا للأسف الشديد قرابة 10,000 طالب استشهدوا خلال هذه الحرب، 1,000 منهم من طلاب الثانوية العامة، وطبعا مقاعدهم ومرقر جلوسهم كانت طبعا في غزة، فارغ أن غزة بمجملها لم تتقدم إلى امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ولكن كما أشرنا هي أرقام تضاف إلى سجلات تضحيات شعبنا الفلسطيني. ألا تعد هذه الأرقام وحدها دلالة كافية على الإبادة الجماعية التي تمارس حق هذا الشعب؟ بالتأكيد أختي دارين، هذه الأرقام والمشاهد التي نقلتها الكثير من وكالات الأنباء والكاميرات الرقمية التي تمكنت من التقاط صور آلاف الشهداء الذين ارتقوا خلال هذه المعارك، بالتأكيد بمجملها هي أكبر دليل على حروب الإبادة الجماعية. ولكن للأسف الشديد هذا المجتمع ظالم، وهذا المجتمع الذي يصمت حتى الآن على ارتكاب هذه المجازر. عندما نستمع إلى أصوات من الولايات المتحدة الأمريكية وتقول بشكل واضح أنه رغم كل ذلك لا توجد أدلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية على ارتكاب الاحتلال حروب إبادة جماعية، يعني نحن نريد تفسير من الولايات المتحدة الأمريكية وأن من يدافع عن الاحتلال لمفهوم الإبادة الجماعية. لم تكن هذه حروب إبادة جماعية، فما هو حروب الإبادة الجماعية؟ يعني سجلت جرائم أقل من ذلك كحروب إبادة جماعية في دول أخرى لم يكن قد قتل بها أكثر من 1,000 و2,000 شخص. اليوم نتحدث عن يقترب من 38,000 غير المفقودين كما أشرت والجرحى، والولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تدافع عن الاحتلال وتقر وتصر على أنه لا توجد ما يثبت حروب إبادة جماعية. حتى المقابر الجماعية التي نقلنا صورها، وأنتم نقلتم صور هذه الإبادة الجماعية التي تم كشفها في مستشفيات الشفاء وخان يونس وغيرها، الاحتلال يتنكر أن هذه حروب إبادة جماعية. نعم، يعني حضرتك تحدثت قبل قليل عن إجراء امتحانات الثانوية العامة اليوم في قطاع غزة، أيوجد هناك أماكن يجري فيها الطلاب هذه الامتحانات؟ لا، في قطاع غزة للأسف أنا قلت أنه لم يمتحنوا للأسف الشديد، لكن أنا قلت أن حتى أرقام جلوسهم كانت موجودين ولا شهداء يقتربوا 1,000 شهيد من طلاب الثانوية العامة، لكن غزة بمجمل لم تتقدم حتى هذه اللحظة الامتحان. هناك محاولات لموضوع طبعا امتحانات إلكترونية، ولكن لعدم وجود الإنترنت في قطاع غزة بشكل منتظم حتى لا لم توجد حل، يعني هناك عام دراسي كامل ضاع على كل طلاب قطاع غزة. من كان بالخارج خرج فترة الحرب يقدر عددهم ب 1,350، ولا تم الاتفاق على أن يلتحقوا إلكترونيا بتقديم امتحانات في الدول التي كان به أغلبهم في جمهورية مصر العربية. طبعا البقية للأسف الشديد في غزة لم تتمكن، وعددهم يعني يقترب من قرابة 40,000 لن يتمكنوا من تقديم امتحانات هذا العام. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. استشهد أيضا عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على حي الشجاعية شرقي غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية أيضا باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان في القصف. كما نسف الاحتلال ودمر عددا من المنازل شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. يأتي هذا بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 100 شهيد وشهيد واحد و169 مصابا خلال 24 ساعة. كما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 37,550 شهيدا وأكثر من 85,910 شهداء منذ 7 أكتوبر الماضي.
لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك إلى هذه الفترة من التغطية. مساء الخير يا أستاذة دارين، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. دكتور حسن، يعني نتحدث عن انضمام كوبا إلى مصر وجنوب أفريقيا في دعواها أو دعواهم المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. يعني طبعا بالتأكيد ده بيمثل يعني نوع من الدعم المعنوي الكبير للقضية الفلسطينية عموما، وكمان بيعكس حالة من حالات التغير في المجتمع الدولي. يعني صحيح الأعداد ما تزال قليلة، ولكن الأعداد تتزايد، وده يمكن المسار القانوني المهم. يعني صحيح أيضا أن احنا قدامنا برضو فترة زمنية يعني حتى تثبت يعني هذه القضية في حق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأنه كما تعلمي حضرتك والمشاهدين الكرام إثبات قضية الإبادة الجماعية ليست سهل، رغم أننا نشهدها يوميا ورغم الكوارث الإنسانية في قطاع غزة، والتي يعني نقرها يعني نشاهدها جميعا في كل لحظة، لأنه المطلوب هو إثبات نية من يقوم بهذه الجريمة بأنه يستهدف بالفعل يعني القيام بجريمة التطهير العرقي. ودي مسألة ليست سهلة في ضوء طبعا عوامل كثيرة جدا وفي ضوء ضغوط دولية كثيرة جدا، لكن انضمام مصر وانضمام كوبا وانضمام غيرها من الدول هو بيعكس الحقيقة عدالة هذه القضية، ويعكس أيضا حجم العدوان الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة من المدنيين العزل النساء والأطفال. وأنت تعلمين لماذا يستهدف النساء والأطفال؟ حتى لا يكون هناك جيل جديد يطالب بهذه الأرض المغتصبة ويطالب بوجود دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من يونيو 67. بالتأكيد هذا المسار القانوني هو مسار مهم، ويمكن كما تعلمي حضرتك مصر كانت من أولى الدول التي شاركت في هذا الأمر من خلال مرافعة إضافية وثقت فيها كل التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية، ليس من 7 أكتوبر ولكن من 1967 من لحظة احتلال الأراضي العربية. وبالتأكيد ده يدعم يعني الموقف الفلسطيني، ويدعم أيضا الاتجاه لدى قضاة المحكمة لكي تستريح ضمائرهم في إثبات قضية الإبادة الجماعية وقضية التطهير العرقي، لأنه ما نشهده الحقيقة الآن هو حالة من حالات التطهير العرقي الواضح، ليس في قطاع غزة فقط. ويمكن اسمحي لي أقول لحضرتك أنه الدور ليس على لبنان، ولكن الدور على الضفة الغربية. ليه؟ لأنه لا توجد إرادة حقيقية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مسألة حل الدولتين، ولا حتى في وجود دولة مستقلة فلسطينية، وهي مدعومة في هذا الأمر من الإدارة الأمريكية. دكتور حسن، على ذكر لبنان، حضرتك تطرقت إلى الحديث عن لبنان، وإن كنا نريد أن نسترسل عن الأراضي الفلسطينية أو الأراضي المحتلة في دولة فلسطين، ولكن استعار شعلة الحرب وطبول الحرب التي تدق أبواب لبنان هذه الأيام، دعنا نلقي نظرة عامة على الوضع في لبنان، خاصة في ظل سحب بعض الدول الأوروبية سفراءها من لبنان. بالتأكيد التوتر يتزايد والتصعيد يتزايد في الجبهة اللبنانية، بالتأكيد أيضا نتنياهو يزايد على ما يسميه بأمن إسرائيل، وهو يزايد على هذا الأمر كما تعلمين يا أستاذ دارين للبقاء في المشهد السياسي. هو يوظف كل هذا العدوان سواء في قطاع غزة أو في الجبهة الشمالية في لبنان من أجل البقاء في المشهد السياسي، وعلشان يقول للناخبين اللي موجودين والمواطنين الإسرائيليين إذا جاز التعبير أنه يسعى إلى تحقيق أمنهم، وأن أمنهم لا يتحقق إلا بالقضاء على حماس في غزة والقضاء على حزب الله في جنوب لبنان. ولكن يعني استهداف اللجان الدولية للصليب الأحمر واستهداف المستشفيات والمدارس والعائلات والبنى التحتية، يعني إلى أي مدى يبرر آلة الحرب الإسرائيلية التي تتذرع باستهداف قادة حماس؟ للأسف الشديد أنت تعلمين أنه إسرائيل أدمنت الأكاذيب والادعاءات، وكما تعلمين أيضا هو يروج نتنياهو على وجه الخصوص أنه كل هذه الأماكن تستخدمها حماس إما كدروع بالنسبة لها أو هي تمثل ذراعا لحركة حماس. طبعا هذه الادعاءات مدعومة بآلة إعلامية غربية مستمرة ومأجورة علشان تروج هذه الأفكار، ويعني تخلق حالة من حالات التأييد ولو حتى محدود داخل المجتمع الدولي. أنا هقول لحضرتك أنه في مقابل هذا الأمر الحقيقة الجهد المصري والدور المصري في
إظهار الصورة الحقيقية أعتقد أن يكون له تأثير كبير جدا، والتواصل للدبلوماسية المصرية مع الدول الغربية وإظهار حقائق الأمور وإظهار هذه الادعاءات والأكاذيب التي لم تسلم منها مصر نفسها أسهمت الحقيقة في تغيير الرأي العام الشعبي العالمي، وده ظهر يمكن في مظاهرات كثيرة عارمة سواء بقى طلاب الجامعات الأمريكية أو في شوارع أوروبا، لكن الأهم هو أن يتحول إلى إرادة سياسية لدى من هم يتولون السلطة في الدول الأوروبية ليوقفوا دعمهم المستمر واللا محدود لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. ناهيك عن أنه النهاردة مثلا في خلافات علنية مفتعلة ما بين الإدارة الأمريكية وما بين نتنياهو، وأنا أقصد هذه الكلمات على وجه التحديد، لأنه فكرة الخلافات العلنية المفتعلة هي بتدخلنا في دائرة من الإلهاء، يا ترى بايدن مختلف مع نتنياهو، يا ترى نتنياهو مختلف مع الإدارة الأمريكية، وننصرف عن الموضوع الأساسي وهو فكرة حقن دماء الفلسطينيين. نحن منشغلون بفكرة الخلاف اللي موجود ما بين بايدن وبين نتنياهو، في حين ان احنا ننصرف عن الامر الاساسي وهو ضرورة التوصل الى هدنة وضرورة وقف هذا العدوان. من الذي يستطيع ان يوقف هذا العدوان؟ الذي يستطيع ان يوقف هذا العدوان الان هو الادارة الامريكية ان ارادت هذا الامر. لكن واضح جدا انه رغم هذا الخلاف العلني المفتعل، لكن التصريحات كلها بتدور على انه استمرار دعم اسرائيل. حتى حينما سار الحديث حول لبنان، ذكرت واشنطن انها سوف تدعم، او تسرب في كثير من التقارير ان واشنطن سوف تدعم اسرائيل في حربها على لبنان. اذا المساله واضحه للعيان ان هناك تواطؤا بين الاداره الامريكيه من ناحيه وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي من ناحيه في اطار هذه الهجمه الشرسه سواء في قطاع خارج في قطاع غزه او في لبنان. نعم، حذرت مصر مرارا وتكرارا من اتساع رقعة ودائرة الصراع في الشرق الأوسط، وها هي التحذيرات المصرية يعني بدأت على أرض الواقع. نشهد هذه الأيام أو في هذه الساعات تهديدات للأراضي اللبنانية بعد استهدافات متكررة للجنوب اللبناني. إلى أين تذهب المنطقة؟ في المنطقة كلها الحقيقة يعني زي ما بقول دايما على صفيح ساخن، وتعاني حالة من حالات التصعيد والتوتر، وهذا نتيجة مباشرة لعدم الاستجابة لنداءات القيادة السياسية المصرية. حضرتك تعلمي والسادة المشاهدين الكرام انه مصر كانت اول من استبصرت مغبة توسيع الصراع الى هذا الحد الاقليمي ودخول اطراف مختلفة في هذا العدوان. اعتقد ان احنا بنعاني الان نتيجة عدم الاستماع إلى هذه النصائح التي قدمتها الدولة المصرية والتحذيرات التي قدمتها الدولة المصرية. اعتقادي أنه فكرة المزايدات على أمن إسرائيل من جانب نتنياهو سواء في غزة أو في لبنان، ولبنان على وجه الخصوص، المسألة حتأخذ شكل المناوشات المنضبطة كما ترين حضرتك في يعني مناوشات متبادلة ما بين حزب الله من ناحية وما بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية. ويمكن التصريحات الأخيرة لحسن نصر الله كانت بتشير إلى أنه عدم رغبة الحزب في أن تكون هناك حرب شاملة بينه وبين إسرائيل. طبعا يعني حزب الله نحن نعلم أنه ذراع لقوى إقليمية في المنطقة، وهو لا يتحدث بلسان وإنما يتحدث بلسان هذه القوى الإقليمية. الكل يسعى إلى فكرة تحقيق المصالح، وللأسف الشديد تحقيق المصالح على حساب الدم الفلسطيني، على حساب المواطن الفلسطيني الذي لا ناقة له ولا جمل في هذا الصراع، على حساب المواطن الفلسطيني الذي يدعو إلى دولته المستقلة واستعادة أرضه المغتصبة. حتى اللحظة لا توجد إجراءات على الأرض لا للتوصل إلى هدنات رغم الجهد المصري الذي يبذل والمستمر، ورغم الإصرار المصري على إنفاذ المساعدات بطرق مختلفة وإبداعية باعتبارها أحد الأدوات التي تساعد الغزيين على التمسك بأرضهم وعلى البقاء في أرضهم، لأن كل هذا الجهد المصري كما تعلمين يا أستاذة دارين حتى هذه الجهود التي تشير إليها دكتور يعني التعنت الإسرائيلي يقف حائلا أمامها. أكيد أكيد، لأنه زي ما قلت لحضرتك لا توجد إرادة سياسية إسرائيلية حقيقية للتوصل إلى هدنة أو حتى لفكرة مسار حل الدولتين، لأنه ما نشهده الآن هو محاولة حقيقية للقضاء على القضية الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية. ولولا الدور المصري الداعم والقائد
لكل الجهود في المنطقة دعما لأبناء قطاع غزة ودعما للقضية الفلسطينية كنا حنشهد نتائج مختلفة تماما وأكثر كارثية مما نشهده الآن. مصر وقفت إلى جانب وما تزال تقف إلى جانب الفلسطينيين حفاظا على قضيتهم، حفاظا على دولتهم المتوقعة، حفاظا على الأمن القومي المصري. ما يفسد كل هذه الجهود هو الجانب الإسرائيلي. لعلك تتذكرين يعني المقترح المصري اللي قدم في 6 مايو وتلاه مقترح قيل إنه مقترح إسرائيلي ورعته الولايات المتحدة الأمريكية. المقترح المصري قبلته حماس وأفسدته إسرائيل. حتى المقترح الإسرائيلي حتى الآن يشهد مراوغات إسرائيلية ويشهد انصرافا من الإدارة الأمريكية رغم ما يطلق من تصريحات للتمسك به، يشهد انصرافا عن الضغط في اتجاه تنفيذه على أرض الواقع. إذا ما نشهده الحقيقة هو استمرار لمخطط إسرائيلي خبيث استيطاني توسعي لن يقتصر على قطاع غزة، وأكرر لحضرتك، وإنما سوف يبدأ في الضفة الغربية. ويمكن لنا في خطة سموتريتش وزير المالية حول ما يحدث في الضفة وتقسيمها، أعتقد أنه هو يعني خير النماذج على هذا الأمر. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. أدان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أدان قصف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة والذي أسفر عن سقوط ضحايا. وأضاف بوريل أن هناك حاجة إلى تحقيق مستقل ومحاسبة للمسؤولين، مؤكدا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تكون قادرة على القيام بجميع واجباتها بموجب اتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين وقت الحرب. أعلن حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بالمستشفى جراء سوء التغذية إلى 4 شهداء خلال أسبوع واحد. وقال أبو صفية إن الأطفال توفوا في قسم الحضانات وذلك بسبب نقص وسوء التغذية. تفاقم حجم المعاناة الإنسانية في غزة جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلي، ما رفع من حدة التحذيرات من تداعيات الأزمة وتزايد الدعوات لضرورة تسهيل العمليات الإنسانية في القطاع بشكل كامل وإزالة جميع العوائق. المزيد في سياق هذا التقرير. خطوة منهكة تليها أخرى مهلكة، تحركات مرتعشة لأولئك الذين يهرعون في شوارع غزة يوميا في خطوة تسعى لإيجاد مأوى وطعام وشراب، وأخرى تهرب من ويلات الغارات. شهر تاسع يدخل على أبناء غزة والحال يزداد سوءا في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقهم من عدوان وحصار غير مسبوق، أثار تنديدات وتحذيرات المنظمات الدولية والأممية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بأن عددا من الأسر في جنوب القطاع تتناول وجبة واحدة كل يومين أو 3، بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض في ظل تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين جنوبي غزة من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي. المكتب الأممي الذي قام بتقييمات إنسانية في مواقع النسوح بدير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي من 7 إلى 14 من يونيو الجاري، وجد أن الناس يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتظة في حاجة ماسة إلى الإصلاح، حيث أنها لا توفر أي حماية من الحرارة الشديدة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة لا يزال الوصول للمياه منخفضا للغاية،
حيث يضطر سكان القطاع إلى الوقوف في صفوف لساعة طويلة، فيما يجبرون على الاعتماد على مياه البحر للاستخدام المنزلي. الأزمة لم تتوقف عند هذه المأساة الإنسانية فحسب، حيث أشار المكتب الأممي للانتشار المستمر للأمراض المعدية في ظل فيضان مياه الصرف الصحي وانتشار الحشرة والقوارض والثعابين والافتقار شبه الكامل إلى مواد النظافة ومرافق الصرف الصحي، داعيا لضرورة تسهيل العمليات الإنسانية في غزة بشكل كامل وإزالة جميع العوائق. قيود مستمرة وحصار شامل لم يخفف حتى ولو بدواع إنسانية على وصول المساعدة والخدمة الإنسانية الضرورية لسكان غزة، والغرض هو استهداف المتبقي من شعب أعزل لم تناله رصاصة الاحتلال الغادرة ليصيبه في حرب تجويع قاتلة. ولتفاصيل أكثر ومزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور إيمان. ولبنان هي المحطة القادمة بحسب الأخبار الواردة، كيف ترين مستقبل المنطقة؟ في البداية مساء الخير لاستضافتك. العديد من المشاهدات يمكن بتنظر بمزيد من الاضطرابات الأمنية في المنطقة، خاصة مع تفاقم الأحداث الميدانية في جنوب لبنان بشكل واضح، وأثر بشكل كبير على خريطة الاضطرابات أو خريطة الصراعات في المنطقة. للأسف يوما بعد يوم بيزداد المخاطر الأمنية، بتزداد كذلك المخاطر السياسية على وجه الخصوص بشكل واضح مع دخول لبنان، مع تغيير كذلك النظام السياسي في الداخل الإيراني. نعلم أن لبنان وحماس الحوثيين كل منهم مجالات اضطرابات أمنية مختلفة يتم تغذيتها كأحد أذرع إيران في المنطقة، وبالتالي نحن بصدد سياسات مختلفة، توجهات أمنية مختلفة جنبا إلى جنب مع اضطراب في السياسات الداخلية في داخل إسرائيل، سواء من جانب نتنياهو أو من جانب جيش الدفاع. يعني جملة من الاضطرابات قد تعيد تشكيل مستقبل التفاعلات الأمنية في الشرق الأوسط. نعم، يعني هذه الاضطرابات السياسية والأمنية على حد قول حضرتك، إلى أي مدى من الممكن أن تسهم في تشكيل المنطقة في المستقبل القريب؟ يمكن بشكل واضح بدأ هناك ظهور العديد من التكتلات أو التحالفات في المنطقة، إعادة الاعتبارات لكيانات سواء كيانات صاعدة أو فك الارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية. كل تلك السيناريوهات باتت مطروحة على المنطقة بشكل واضح، وبالنظر كذلك لخريطة التحركات الإقليمية سواء من جانب القاهرة، الإمارات، السعودية، وما إلى ذلك من فواعل الإقليم. النقطة الثانية ما يتعلق بمستقبل المستقبل السياسي لمنطقة الشرق الأوسط، ليس فقط بالنظر للاضطرابات السياسية الواقعة، لكن كذلك بالنظر لرؤية وتقييم ومرئيات المجتمع الغربي ككل لحجم التفاعلات في المنطقة وارتدادها على الارتداد الأمني على الداخل الغربي سواء الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نشهد انتخابات بفضل انتخابات الرئاسة وانتخابات تجديد نصف الكونغرس الأمريكي، كذلك انتخابات موجودة في عديد من الدول الاتحاد الأوروبي، تصاعد لقوة اليمين، عدد من الآراء كذلك اللي بتعيد تقييم المسارات الأمنية في خريطة التفاعلات لمنطقة الشرق الأوسط. صراحة لازال مستقبل المنطقة يتسم بالضبابية، سواء بالنظر لحجم التفاعلات وحجم الاضطرابات والتداخل في السياسات ما بين قوى الإقليم وما بين مراكز التفاعل، بالنظر لإسرائيل واضطراب الداخل الإسرائيلي سواء سياسات نتنياهو أو تخبط بجانب جيش الدفاع، الانقسام في الكنيسة الإسرائيلي، كذلك الانقسام الشعبي حول رؤية إسرائيل وإدارتها للحروب، اتساع دائرة الحروب ليس فقط في غزة ولكن كذلك في لبنان وما إلى ذلك، السياسات كذلك في الداخل اللبناني، السياسات من جانب المتخذة من جانب حركة المقاومة حماس
ردها بشكل واضح على احتمالات التهدئة وخطة بايدن على سبيل المثال. سياسات كذلك إيران، نحن نصدر نظام جديد في الداخل الإيراني نحو تغير في سياساته وتحركاته كصاعدة في المنطقة، قد تمس بشكل ما أو بآخر السياسات الأمنية في الإقليم. كل هذا الأمر جملة من السياسات المتشابكة تعيد ترسيم مشهد ضبابي لما قد يؤول إليه مستقبل الإقليم في المرحلة المقبلة. نعم دكتور إيمان، يعني إذا ما وجهنا بوصلة الحوار نحو الانتخابات الأمريكية، وأي الكفتين من الممكن أن ترجح في، يعني في حال رجحت كفة ترامب، هل سيشهد مستقبل المنطقة المزيد من الدماء، أم أن حقنا للدماء ينتظر المنطقة تحت مظلة حكم ترامب؟ عامة ترامب سياساته أكثر سياسات براغماتية، يتسم بالفكر التجاري بشكل كبير، ولا يخفى على البعض تأييده لفكرة صفقة القرن وتأييد المطلق لإسرائيل وما إلى ذلك. لكن قد يحدث نوع من الاختراق في السياسات ترامب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة مؤسسات بصفة رئيسية ولا تتكز على هوية الرئيس بشكل أساسي. لكن بتجربتنا السابقة إيمان، حكم ترامب كان هناك تأييد واضح لإسرائيل، كان هناك الدفع بورقة صفقة القرن. أنا أتوقع أن يعاد الحديث مرة أخرى حال وصول ترامب لكرسي. إذن ما الخطر، أو يعني ما الذي من الممكن أن تحدثه الانتخابات الأمريكية على مستقبل المنطقة في حال أن سواء ترامب أو بايدن أو غيرهما من فاز في هذه الانتخابات، ما دامت هناك سياسة واضحة لهذه المؤسسة الأمريكية وهي الدعم المطلق لإسرائيل، لماذا يعني تتأرجح المخاوف أو قد تضطرب وجهات النظر حول الانتخابات الأمريكية ومستقبل المنطقة؟ صراحة لن يحدث أسوأ مما هو موجود حاليا في المنطقة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط سواء في إطار بايدن أو في إطار ترامب أي من الديمقراطيين أو الجمهوريين، لكن فيما قبل ذلك ولديها توجهات الاستدارة نحو الاستدارة عن الشرق الأوسط والاتجاه نحو شرق آسيا ومنطقة الأندو باسفيك وما إلى ذلك. لكن الحديث حول إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لتفاعلات الشرق الأوسط أصبحت لديها العديد من التحديات والعديد من الرهانات، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تمتلك الميزة التفضيلية كونها تمتلك الأحادية وأحادية القرار في النظام الدولي. هناك اتجاه نحو التعددية القطبية واضح ومؤثر بشكل كبير في تفاعلات الشرق الأوسط، هناك فك ارتباط ما بين السياسات الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الفواعل ذات الثقل في منطقة الشرق الأوسط. النقطة الثالثة وهي الأهم هي كيفية إدارة الولايات المتحدة الأمريكية دي حالة الصراع القائم، مدى دعمها بشكل كبير أو حالة المرونة في الدعم لإسرائيل، خاصة وأن هناك أصبح هناك تخوف ما بين النخب السياسية الأمريكية من استمرار الدعم للداخل الإسرائيلي. أصبح هناك حديث معلن حول خفض امداد إسرائيل بالأسلحة على سبيل المثال، أو ما يتعلق بالورقة الاقتصادية والدفع بورقة العقوبات على عدد من المستوطنين، على الرغم من أن هذا الأمر هامشي في حجم التأثير لكن لديه تأثير على البروباغندا أو السيكولوجية صانع القرار في الداخل الأمريكي وتأثيره على الجموع أو الشعوب في الداخل ونسب التصويت، ونتوقع أنه كان قرار موجه للداخل. تأثيره كذلك على الداخل الإسرائيلي، أصبح هناك انقسام حول الحلفاء أو شكل التحالف الإسرائيلي في الداخل، أصبح يتم الحديث عن عزلة إسرائيلية. صراحة لازالت الأمور مبهمة، هناك العديد من الرهانات والتحديات حول مستقبل المنطقة، يقول الأمر حول مستقبل النظام الدولي، كيف سيتم تعيين النظام الدولي أو شكل النظام الدولي ككل. كذلك نقطة ثانية وهي المهم هي فواعل المنطقة في مقدمتهم القاهرة، ترتيبهم ترتيب تلك الفواعل
تم مقدمته القاهرة في هرم النظام الدولي وحجم تأثيرهم في عملية صنع القرار لدى الفواعد. نعم، اتساع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين دول العالم والذي تمثل مؤخرا في اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية، ما الذي من الممكن أن يقدمه هذا الاعتراف إلى هذه القضية؟ الاعترافات التي تتوالى بشكل رئيس خاصة من دول شرق أوروبا هي تعتبر هي اعترافات تمثل اعترافات يقينية أو اعترافات بيتم الدفع بها إعلاميا بشكل واضح، لكن حجم تأثيرها الفعلي أنا لا أتوقع أن لديها تأثير فعلي، لكن لديها تأثير في استعطاف الشعوب أو جذب الشعوب بشكل واضح، تأثيرها إعلامي أكثر ما هو سياسي. النقطة الثانية، ألا يعني هذا عفوا للمقاطعة، ولكن ألا يعني هذا أن إسرائيل مقدمة على عزلة سياسية؟ نأمل هذا الأمر، إنما نستطيع القول بشكل واضح العزلة السياسية حينما يقول الأمر لمراكز الاستقلال الخمس في مجلس الأمن، حينما تم التوافق حول هذا الأمر استصدار العزلة السياسية، الإعلان الكامل بدولة فلسطين وفقا لحدود 67 وفقا لمرئياتنا العربية. النقطة الثالثة فرض العزلة خاصة وتقويض بالورقة الاقتصادية وورقة المساعدات الأسلحة، حينما يتم هذا الأمر نستطيع أن نقول أن هناك عزلة سياسية. حال تطبيق كذلك المجتمع الدولي والفواعل الرئيسيين في مجلس الأمن قرارات محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية على سبيل المثال، القرارات الأممية التي تم استصدارها من مجلس الأمن على سبيل المثال، كل هذا الأمر بيتم استصداره من فواعل ذات ثقل ذات تأثير واضح. لكن فيما يتعلق بأرمينيا وما إلى ذلك من دول، أنا في تقديري أنها تحمل لمحات إنسانية في المقام الأول، تحمل كذلك لمحات إعلامية بشكل واضح، أدت بشكل كبير نتيجة لإعادة تعبئة الرأي العام اللي أصلا بنفوذه على حكومات دولهم، دفعهم بشكل كبير لإصدار مثل تلك القرارات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية. ونتحول للدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية الذي رافقنا عبر الهاتف لنتحدث معه باستفاضة أكثر حول الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وما يمثله هذا الاعتراف من ثقل على القضية العربية. سادة المشاهدين، يعني يمكن الاعتراف الدولي بفلسطين كشكل منفرد من كل دولة هو مهم جدا في تحويل فلسطين من مجرد سلطة إلى مجرد دولة عشان يمكنها من المطالبة بحقوقها، لكن في نفس الوقت يمكن الجانب الأهم هو ممارسة الضغط على إسرائيل. ليه يا فندم؟ لأن دولة فلسطين كدولة أو الاعتراف الدولي بها كدولة هو في حد ذاته بيتعارض مع حلم الدولة الإسرائيلية. ليه؟ لأن حلم الدولة الإسرائيلية بيقتضي التوسع وزيادة الاستيطان وصولا إلى الحدود المزعومة. طب لما يبقى عندي في قلب المنطقة اللي أنا فيها، في قلب الحدود الأولية اللي أنا اكتسبتها من 48 لحد النهاردة، عندي دولة أخرى اسمها فلسطين، يبقى أي توسع ارتباطا بالحلم الصهيوني أو الحلم الإسرائيلي هيخش في نزاع دولي ما بين دولتين لهم نفس السيادة ولهم نفس الحقوق، وبالتالي هيحق لفلسطين بعد ما تاخد، يعني لو تم الاعتراف الدولي بالكامل بفلسطين كدولة، هي هتاخد كرسي في الأمم المتحدة، تبقى ليها عضوية دائمة في الأمم المتحدة زي باقي الدول، وفي نفس الوقت هيحق ليها منازعة إسرائيل في الحقوق في الحدود اللي اكتسبتها من سنة 48 حتى النهاردة، وبالتالي ده هيشغل إسرائيل. مش هنتكلم بقى عن السعي الإسرائيلي لتحقيق الحلم والطموح، بقدر ما إسرائيل هتنشغل بالدفاع عما اكتسبته من سنة 48 لحد النهاردة. عشان كده إسرائيل هتلاقيها دايما بترفض حل الدولتين، وفي نفس الوقت إسرائيل بتحاول تضع العراقيل أمام الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة. عشان كده يمكن المطالبة هنا بالتتويج، بدل ما يحصل اعتراف فلسطين كدولة من أطراف أو من دول منفردة، لا، يحصل تتويج للاعتراف ده من الأمم المتحدة كمنظمة ككل أو المجتمع الدولي ككل. ولكن يعني ما تقوله دكتور رامي
نتحدث عن كيان يحترم السياسات الدولية ويحترم القرارات الدولية والشرعية الدولية، سواء تم الاعتراف بدولة فلسطين أو لم يتم الاعتراف بها، نتحدث عن كيان يضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية دون أي اكتراث ودون أي احترام لأي شرعية أو أي أحكام قضائية دولية. هو هقول لحضرتك على حاجة، هو طبعا دلوقتي هي أصل إسرائيل مشكلتها في إيه، أو مراوغة إسرائيل في إيه؟ في استغلال الظروف لتحقيق أجندتها. بمعنى أدق إن دلوقتي لما مثلا يتعمل عمليات مثلا من الضفة الغربية أو من غزة تجاه إسرائيل، إسرائيل تقدر توظف العمليات دي على إنها عمليات إرهابية. ليه؟ لأن مفيش اعتراف دولي أساسا بالضفة الغربية أو غزة إن هم دولة فلسطين. نعم. ومن ثم المسألة هنا إن إعطاء الفرصة أو استغلالها لصالح إسرائيل اوريدي في بيئة خصبة لده، أو في فرصة للأسف حقيقية في ده. إن لكن لما يبقى دول دولة مش هيبقى فيه هنا اعتداء، ولا هيقدر ولا هتقدر إسرائيل تصف الأعمال اللي بتعملها دولة فلسطين على إنها أعمال إرهابية، ومن ثم هتبقى منازعات. المنازعات هنا ما بين دولتين، لا بيتم أي منازعات ما بين دولتين ليها سكك تانية، خاصة سكك التحكيم أو التدخلات الدولية. طيب، من خلال الوساطة. قياسا على دولة لبنان وما يحدث الآن من مناوشات في الجنوب اللبناني، هل ينطبق الكلام اللي حضرتك بتقوله على المنازعات بين إسرائيل ولبنان؟ كويس جدا ما حد سألت السؤال ده. بص يا فندم، اولا لبنان هي بتعاني من نفس الوضع اللي فيه فلسطين. انا عندي فلسطين مبدأ فرق تسود اسرائيل بتستغله زسيم بنفس الطريقة، فرق تسود ما بين فتح وحماس هناك، نفس النظام ما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله. لا خليني ازيد لحضرتك من الشعر بيت، ان الاعتراف بحزب الله او تصنيفه كمنظمة ارهابية منذ سنوات مضت ده حجة لإسرائيل لاجتياح جنوب لبنان في حال تعرضها لأي تهديدات من حزب الله، ومحدش يقدر يتكلم. ليه؟ لأن إسرائيل داخلة بتحارب منظمة صنفت، حتى صنفت من دول منطقة الشرق الأوسط على إنها منظمة إرهابية. وبالتالي المسألة هنا، لو هناك دولة كاملة الأركان في لبنان ما فيهاش مبدأ فرق تسد، مش هيحق لإسرائيل، وهيبقى الموضوع يعني مختلف تماما. لأن حضرتك عايز تقول أن انهيار أركان الدولة الأساسية في الدولة اللبنانية هو ما يساعد الكيان الصهيوني أو القوات الاحتلال الإسرائيلية علشان تلك الهجمات. بالضبط يا فندم، ونفس القصة في فلسطين. عشان كده المخابرات العامة المصرية ياما استضافت فتح وحماس عشان توحد البيت الفلسطيني وتمنع مبدأ فرق تسد من إسرائيل. وبالتالي المسألة هنا إن استقرار البيت في الداخل هيصعب اختراقه يا فندم، لأن لكن لو البيت ممزق أو مهلهل من الداخل وفي تعارضات، سهل جدا إن حد يفرض سيطرته من الخارج. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة من التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز، سعدت بصحبتكم فيها على مدار الساعة الفائتة. أنا دارين مصطفى، حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، شكرا على طيب المتابعة.